انت بتشك في العميلة بتاعتك يا بوتا؟ انا اشك حتى في نفسي يا ديفيد. معقول نظبط 5 صواريخ ستريلا من غير ما نقبض على بني ادم واحد يقول لنا مين ورا العملية دي؟ ايه؟ الصواريخ دي بتشتغل لوحدها ولا ايه؟ لكن امال دي بطلة استقبلوها في المجمع المقدس ونازلة في ضيافة رئاسة الاركان وعندها اجتماع بكرة مع رئيسة الوزراء. وده اللي بيأكد شكوكي اكتر واكتر. كل الابواب اتفتحت قدامها. قصدك كل شيء جاهز يا ديفيد، كل شيء جاهز. جاري كين، اطلب كل يجي بسرعة ويجيب جميع اوراق العملية دي معاه. خالتي بتسلم عليك. تعالي معي. الشنطة دي فيها الكاميرا وفيها صور المفاتيح كلها. بعد ما تخلصي مأموريتك ترجعي هنا تاني وتجيبي معاكي كل حاجة وبعدين ترجعي الأوتيل. ربنا معاك يا بنتي. دي المجموعة اللي قابلتها أمال، أبو الضيا وناصر وشريف وجهاد. الكلام ده مش صح. إيه هو اللي مش صح؟ إذا كان أنت بنفسك اللي مبلغني بالأسماء دي ودورنا في الملفات بتاعتنا لقيناها مظبوطة. الأسماء صح، إنما الصور لا. قصدك إيه؟ أبو الضيا ده صح، لكن دول مش هما اللي شفتوهم مع أمال في لوزان. Thank you.
لو كلامك ده صح يا بوتا يبقى جت اسرائيل وعملت ده كله ليه؟ اكيد جت اسرائيل لهدف محدد. جابي البنت دي مش لازم تخرج من اسرائيل ابدا. رايت بالك تمنى زو؟ نو لا صوت كرا ولا خلا خم تسعة يا شارل. الاتصالات قطع بيها يا فندم. يعني ايه نقطع بيها؟ قامت بالمهمة ولا لا؟ مش عارفين لسه يا فندم، بس واضح انها انكشفت. قولي أمال دي لازم نلاقيها، لازم. بيدور عليا مش كده؟ الفيلم اهو. الأمانة بص يا فندم. هاي واخبارها مال ايه؟ لسه جوه اسرائيل. Thank you.
الإنسان له طاقة على الاحتمال مهما كانت قدرته على المقاومة. وأنا عارف أساليبهم كويس. أعتقد إن أمالها تصمد يا فندم. لحد إمتى؟ نبيل إحنا لازم نتصرف. أمال دي مش لازم تتكلم، مش لازم تتكلم. مدام أمال، إحنا مستنيين ومش مستعجلين ومش هنزهق. يبقى مفيش داعي لأي إنكار. ما هو في الأول هتقولي وفي الآخر هتقولي. يبقى خلصي بقى وخلصينا وقولي لنا إيه علاقتك بالمخابرات المصرية؟ ماليش أي علاقة فيهم. هما كانوا عايزين منك إيه بالظبط؟ ها؟ لو اتكلمتي هنوقف التعذيب وهنساعدك. مدام أمال، الفرصة لسه قدامك، لكن لو نشفت دماغك وفضلت على موقفك الغبي ده، الموت نفسه مش هنسمح لك بيه. كلمي، هما كانوا عايزين منك ايه بالظبط؟ اتكلمي يا أمال، كانوا عايزين منك ايه؟ مفيش داعي للإنكار. احنا عارفين كل حاجة، كل حاجة. وانت لو ما قلتيش النهاردة هتقولي بكرة. هتقدري تقاومي لحد امتى؟ مش هنسمح لك تموت. طيب يا أمال اتكلمي. هما كانوا عايزين منك ايه؟ كل هذا ولا حل. خلينا نفكر مع بعض بهدوء ازاي نخرج من الورطه اللي انتوا قاعدين فيها دي. امال، انت لغايه دلوقتي ما حدش عارف انك انت انكشفتي. يلا بقى حبيبتي نستفيد بالمعلومات اللي معانا احنا الاثنين. لو انت فاكره ان انا بشتغل مع العامه وبس،